كيف له ألا يحب مارينيت؟ الجميع يحب مارينيت. يوماً ما ستلتقي مارينيت بصبي وستحبه من كل قلبها. سوف يكسره أيضاً. لن أسمح لأي أحد أن يكسر قلب ابنتي مجدداً. وير داد، أنا هوك موث. أعطيك القدرة على حماية ابنتك من أي شيء قد يضرها يوماً ما، وفي المقابل سآتي لك برأس القط الأسود على طبق. صحيح، والميراكيولوس الخاص به وبالدعسوقة أيضاً. ماذا يحدث؟ تيكي! مارينيت! لقد أخفقت. الإخفاق يزيد بشدة. مارينيت! مارينيت! متأسف جداً، هذا كله خطأي. بالطبع لا يا عزيزي، إنه توم. مهما أخبرته يظل متهوراً بهذا الشكل دائماً. أنا سأعيد زوجك إلى رشده وأنقذ مارينيت من هذا، أنا أعدك. وماذا عن الدعسوقة إذن؟ أنا أثق بها، ستظهر في الوقت المناسب. تحبها فعلاً ها؟ أجل، لكن مارينيت هي فتاة رائعة أيضاً، لا تقلقي، سأنقذها. ثقتي كبيرة بك، أنت شخص جيد، لا تعتذر أبداً عن مشاعرك. شكراً سيدة دوبانشينغ. حظاً طيباً. ها